الهجرة، تيمة اختارتها مدينة أكادير وجمعية المبادرة الثقافية منذ أكثر من 10 سنوات للاحتفال بالإبداعات السينمائية المنتصرة للمهاجرين من خلال مهرجان للسينما الذي انعقدت دورته 11 في الفترة التي امتدت ما بين 11 و15 من نوفمبر 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الدورة انفتحت في حفل افتتاحها على الأهازيج المغربية الأصيلة والرقصات الفولكلورية الروسية المبدعة كعنوان بارز على التفتح والانفتاح على القيم الإبداعية الإنسانية الكونية. سجاد أحمر مصبوغ بألوان البهاء سارت عليه عشرات الأسماء المغربية المبدعة، سواء منها الرابضة داخل أرض الوطن أو المقيمة بأرض المهجر، إلى جانب ضيوف قادمين من مختلف أرجاء المعمور جاءوا للاحتفاء وتكريس فعل سينمائي جاد ومساءلة الدورات السابقة للمهرجان وما حققته لسينما الهجرة والمهاجرين. النسخة 11 من مهرجان أكادير للسينما والهجرة هي مناسبة لتقييم 10 دورات، مناسبة لمساءلة هذه الدورات ومدى التراكم الذي حققه المهرجان، سواء على مستوى انتقاء الأفلام، على مستوى اختيارات الإنتاجات السينمائية التي تتطرق إلى تيمة الهجرة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. هذا بالإضافة إلى كون المهرجان ينفتح دائما على الطاقات السينمائية المغربية التي تشتغل في دول العالم من خلال يعني تجارب كبيرة على المستوى الدولي، لهذا فالمهرجان يسعى دائما لاستقطاب هذه الأسماء الفنية ويعني لكي تتجاوب وكي تلتقي مباشرة بالجمهور المغربي داخل الوطن. قاعة الحفل غصت بالوجوه السينمائية المبدعة إلى جانب ساكنة المناطق السوسية المغربية. الجميع جاء للتوحد والإنصات لكلمتي رئيس المهرجان السيد إدريس مبارك والسيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالهجرة، وهما يؤكدان على سياسة المغرب والمغاربة في الاعتراف بأبناء المهجر وإبداعاتهم المشرفة للوطن. بعد الترحيب والامتنان لكل من ساهم في إنجاز الطبعة 11 للمهرجان، جاءت كلمة رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الشاعر المغربي صلاح الوديع للتعبير عن دور الإنجازات الفيلمية الشابة وضرورة وفائها للوطن وقيمه الخالدة. كلمة رئيسة لجنة مسابقة الفيلم الروائي الطويل المخرجة يامينة بن جيجي تمحورت حول ضرورة الانتصار للإبداع في كل تجلياته محلي كان أو مهاجر، مع ضرورة الإنصات لنبض المهاجرين ومساءلة إبداعاتهم الحاملة للمعاناة والهموم الطافحة بالألم والأمل. التكريمات بدت وافرة بالمشاعر الفياضة، خاصة تجاه قيدوم الكومبارس بورزازات الحاج ناصر أجري نظير حضوره الوازن في عشرات الأفلام العالمية المصورة على أرض الوطن. ici à Ouarzazate, il y a pas des usines, il y a rien, il y a que le cinéma et le tourisme. Tous les gens de la de Ouarzazate travaillent comme figurants. Quand il y a un grand film, tout le monde travaille. هاد المهرجان بعدا اولا راه وسيله مزيانه وهي تعطي واحد الامل للفنان وباش يتمسك بالمهنة ديالو وتزيد له واحد الروح واحد التماسك بهذه المهنة السينمائية. رغم أنني مثلا أنا عندي تقريبا 66 سنة
ديما بحال هاد المهرجانات وهاد التكريمات وهاد الاعترافات تيزيد لي التعلق والتشبث بالمهنة ديالي والحب بالمهنة السينمائية. التكريم الثاني اتجه صوب المنتج والمخرج الشاب عبد الله داري كتحية لوفائه للفعل السينمائي المغربي وإنجازاته التلفزية العديدة المتعددة ومساعدته لإبداعات الشباب، خاصة منها إبداعات السينما الأمازيغية. إسورا ممتصن تغريغ أزنغ مطيادا قايت ندرس نتوريغ ما منك كمتو. هذا تكريم ماشي غير ديالي وإنما ديال الناس كلهم اللي كيكونوا كيعملوا ديغيير لا كاميرا، الناس اللي ما كيبانوش في الواجهة، الناس اللي عطاو هو تكريم الناس اللي عطاو بزاف للسينما وما كيبانوش، يعني ما كيبانوش لو كونسوماتور ولا لو بيبليك. نور الدين الخماري المخرج الظاهرة بأفلام روائية قصيرة وأخرى روائية طويلة نذكر منها نظرة وكازا نيجرا والزيرو، كان محط التقدير والتكريم نظير انتصاره للقيم الإبداعية وإغنائه للفيلموغرافية السينمائية المغربية ووفائه لروحه الإبداعية. نادية بيضة 15 عام عندها، هذه سيدي تنشهر باش نزلت للدار البيضاء، ثلاثة سمانات ما عنديش عليها الأخبار، خفت يكون طاري لها شي حاجة. وفي الحقيقة بالنسبة لي أنا هذا شرف كبير، لأن هذا المهرجان مهرجان أولا ديال السينما والهجرة، وأنا من دوك المخرجين المغاربة اللي جاو من الهجرة اللي تنتجتهم للهجرة، وزاد على هذا هو أن هذا التكريم تيعترف بواحد السينما والنوع من السينما اللي هي السينما ديال الحرية وديال اللي كتهضر على الشارع واللي كتهضر على المغرب كيف داير. أنا بكل صراحة فرحان وفخور بأن هاد التكريم، لأن مع هاد المهرجان اللي كنحترمه وكيعز عليا بزاف. الناقد المسرحي والسينمائي رئيس جامعة ابن زهر الأستاذ عمر حلي هو الآخر كان محط احتفال واحترام من منظم المهرجان ومعهم عموم الضيوف كاعتراف جميل بمساهماته الجمعوية ونضالاته المستميتة في جعل مدينة أكادير محطة ثقافية سينمائية حقيقية. ثقافة التكريم هي فيها نوع من الاعتراف، من نوع من الاعتراف ببعض الوجوه التي ساهمت في بناء صرح الاهتمام بالشأن السينمائي، لا نقول السينما ولكن الاهتمام بالشأن السينمائي في المدينة في الجهة. وتكريمي اليوم ضمن تلة من المبدعين في الكومبارس في الإخراج وكذلك في الإبداع السينمائي يدل على أن هناك حركية دأبت مجموعة من الفعاليات المدنية والثقافية بأكادير على بناء صرحها منذ السبعينيات، نهاية السبعينيات تحديدا مع نادي 2000 سينما ومع نادي المشهد السينمائي مع بداية التسعينيات 91-92 الذي كنت أسوه، ثم بعد ذلك مع هذه تجربة السينما والهجرة التي أصبحت مهرجان وصل إلى دورته 11. بعد الاحتفال والاحتفاء انفتح الحفل على الفرجة السينمائية من خلال شريط أراي الظلمة للمخرج الشاب أحمد بيدو، شريط انتصر للثقافة المغربية الحسانية وقدم صورة أخرى عن مغرب التعدد والتوحد في نفس الآن. المهم اللي جبرتي عن أخبار حق الله بلغني بها. لما غامرت ما زلت تعيش. الفرجة المنتصرة للتجارب السينمائية العالمية ونظيرتها المغربية الموقعة من طرف مبدعين مقيمين بأرض المهجر كانت في الموعد، موعد المنافسة على جوائز المهرجان
وتقديم مواضيع متقاطعة متداخلة عن واقع الهجرة والمهاجر، مع إظهار العوالم المتفائلة أو المتشائمة لأناس اختاروا العيش بعيدا عن أوطانهم. انطباعات ما غتكونش خاصه، هي انطباعات عامه، هو ان المهرجان هذا يؤرخ للمهاجر اولا، وانا كفرد من افراد الجاليه المغربيه اللي ماشي القانطه في الخارج، القاطنه في الخارج، رغم هذه الظروف اللي كتعيشها الجاليه المغربيه دابا، ولكن انا شخص من الشخوص ديال هذا الفيلم المغربي اللي كيتصور خارج الوطن او داخل الوطن. كنحس بالناس هنا، ناس متعاطفين مع الممثل المغربي، متعاطفين مع الفيلم المغربي، يحبون السينما المغربية وكيبغيو يشوفوها في واحد المستوى اللي يكون هو مستوى من حسن إلى أحسن. هذه ثاني مرة كنحضر في هذا المهرجان هذا اللي بطبيعة الحال كيعجبني بزاف، كيتميز، هو مهرجان متميز، خصوصا الموضوع ديالو اللي كيثيرني بزاف، موضوع السينما والهجرة، وهذا سبب وجودي هنايا باش نشوف أفلام ونساند ممثلين أخرين في أعمالهم. روائية طويلة وأخرى روائية قصيرة، إلى جانب أفلام وثائقية منفتحة على كافة التعابير والتجارب الفنية والتقنية، متجاوزة للحدود والهويات الضيقة. أكادير عروسة المناطق السوسية المغربية، كان ولا بد أن تنتصر للفعل السينمائي الأمازيغي من خلال تقديم بانوراما شاملة لسينما تتحدث عن طموحات أبناء أمازيغ، مثلما تعكس عمق تراثهم المغربي وأحلامهم المنفتحة على موروثات غنية بأشكالها التعبيرية الفنية. العروض الفيلمية واكبتها الجلسات النقدية والصحفية، جلسات كانت مناسبة للحوار وتبيان مفاهيم ومرجعيات الخلق في كل عمل مقدم، مثلما كان فرصة لطرح الأسئلة حول واقع الإبداعات المنتجة بديار الغربة ومدى وفائها لقيم الوطن والأرض، جذر الهوية والوجود. امتازت هذه الدورة بتنوع المقاربات لمسألة الهجرة. الهجرة حقيقة يعني في تعدداتها وفي اختلافها وفي المقاربات التي حاول بعض المخرجون أن يتناولوا هذه المشاكل، مشاكل الهجرة، وهي مشاكل يعني ربما قد تلتقي في بعض النقاط، يعني هجرة عبر القوارب ثم الالتحاق ببلدان الاستقبال، ولكن يعني الاستقبال قد يكون جد إيجابي بالنسبة لبعض الشخوص وقد يكون سلبي لبعض الآخر. إذن مشكلة الهجرة هي دائما حاضرة في العديد من الأفلام، وهذه الأفلام يعني تتطرق إلى هذه المشاكل من عدة جوانب ومن عدة يعني زوايا مختلفة. قد نشاهد فيها ما هو سردي، ما هو تقريبا شبه وثائقي، وكذلك هنالك بعض الأفلام قد تتناول هذه المسألة من جانب يعني كوميدي ساخر لبعض الوضعيات، وضعيات الشخصيات المغاربية أو شخصيات يعني مختلفة، سواء كانت من بلدان إفريقيا أو من البلدان المغاربية. سي c'è la Repubblica, il libro La Repubblica. La Repubblica di Platone? Sì. Ma che genere di domande si pongono? Su quali argomenti? Su tutto. Sull'amore, sulla religione, su Dio, sulla gente, su tutto. È bellissimo che tu l'abbia letto.
المهرجان عرف تنظيم ندوات عديدة نذكر منها ندوة السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء والإدماج والتمييز، وندوة الهجرة بنون النسوة، وندوة التوزيع والسينما، وندوة السينما الأمازيغية. ندوات شاملة لمواضيع راهنة وتدخلات فكرية وفنية عالمة لمتخصصين وباحثين ونقاد قاربت معطيات وهواجس تشغل الرأي العام الوطني والدولي. نسيت عنده مستاج. شباب المدينة والمناطق المحيطة بها كانوا على موعد مع جلسات خاصة منها الدروس السينمائية من خلال الماستر كلاس الذي قدمه المخرج المغربي نور الدين الخماري والمخرجة الفرنسية الجزائرية رئيسة لجنة التحكيم يامينة بنهيدي التي قدمت خلاصات تجاربها الفنية والهواجس التي تحكمت في إبداعاتها، هواجس الخلق والتقنية والرؤى الجمالية. L'avantage d'une masterclass, c'est que vous avez la possibilité de parler de votre expérience et puis de dire aussi le pourquoi du curseur du cinéma, c'était faire du documentaire, faire de la fiction, faire de la série. Et que lorsqu'on se retrouve devant des étudiants, leur dire aussi le choix des possibles, parce que ce n'est pas évident, le cinéma est très difficile, même si vous réalisez des courts-métrages, donc des films courts, il faut pouvoir comprendre toute cette alchimie entre les techniciens. Donc souvent les élèves sont en cours de production ou d'image ou de scénario, et c'est pouvoir leur expliquer la chimie de toute une équipe, et puis aussi la mathématique qui est de, avec l'image, passer de l'invisible à la visibilité. C'est ça, raconter l'immigration pour moi. Roubaix, France. Madame aux dames. الفعل السينمائي المميز توج خلال هذه الدورة بخلق خلية للتفكير والعمل التأسيسي لخلق فيدرالية وطنية للمهرجانات السينمائية. فيدرالية ولا شك ستعمل على عقلنة العمل الثقافي السينمائي المغربي من خلال التنسيق بين المهرجانات وتبادل الآراء والمعطيات والخبرات. هذا إعلان عن تأسيس فيدرالية للمهرجانات. المهرجانات التي أعلنت عن هذه التأسيس هي مهرجانات الرباط، تطوان، أكادير، سلا والداخلة لحديث الساعة، وهناك مهرجانات أخرى أبدت رغبتها في الالتحاق، وهناك خطوات إجرائية مقبلة يتعلق الأمر بلجنة تحضيرية وبجمع عام تأسيسي. Chère famille Spivet, je pars pour quelque temps travailler loin d'ici. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. الورشات والأنشطة المختلفة سواء في فضاءات المهرجان أو رحاب جامعة ابن زهر أو أماكن فنية وتربوية مختلفة
تعددت وتنوعت، مما خلق أجواء ثقافية شاملة لمدينة أكادير، وجعل ساكنتها تتوحد مع ما يقدم من عروض ونقاشات وأهازيج ورقصات، خاصة منها رقصات الفرقة الروسية التي بدت مهيمنة بقوة على المشهد لحرفيتها وموهبة أعضائها. حضرنا من روسيا الاتحادية من جامعة بلغراد للثقافة والفنون ضمن وفد رسمي لزيارة مدينة أكادير وحضور مهرجان السينما والهجرة في أكادير. حقيقة أعجبنا كثيرا بما وجدناه في أكادير، أولا من حفاوة الضيافة وكرم الضيافة، وثانيا من الاستعدادات الرائعة لهذا المهرجان. طبعا يوجد الكثير من التشابه بين مدينتنا مدينة بلغراد في روسيا الاتحادية ومدينة أكادير، وأيضا جاء ضمن الوفد الذي حضر إلى أكادير فرقة للفنون والفلكلور الروسي، وقد شاركوا في هذا المهرجان، وأيضا لنا زيارة إلى جامعة بن زهر التي وقعت عقد للتعاون المشترك مع جامعات ولاية بلغراد، ومن من من هذه الاتفاقات اتفاق تعاون مشترك مع الجامعة التكنولوجية، مع جامعة الثقافة والفنون، مع الجامعة الطبية، ولاحظنا الاهتمام الكبير في مدينة أكادير في هذا التعاون، وإن شاء الله سيكون زيارات أخرى. نشكر جميع المنظمين لهذا المهرجان، كما نشكر أيضا برنامجكم التلفزيوني الجميل، لنا فكرة عن هذا البرنامج، وأشكركم مرة أخرى. الاختتام لم يقل بهاء وقوة عن حفل الافتتاح، سجاد أحمر وأهازيج فنية ونجوم مغاربة وأجانب جاءوا لمعرفة نتائج الدورة وعناوين الأفلام المتوجة. جوائز الفيلم القصير، وكما أعلنها رئيس اللجنة الشاعر المغربي صلاح الوديع، جاءت على الشكل التالي: تنويه خاص للفيلم الإيطالي ريسبيرو للمخرج كلاوديو بليزير، جائزة الأرجانا لأحسن فيلم قصير عادت للفيلم الفرنسي ديستينو للمخرج زانكرو. ما لقيناش صعوبة كبيرة حقيقة بالنسبة للجائزة الكبرى ديال الفيلم القصير اللي هي ديستينو، فيلم ديستينو اللي حقيقة تناول موضوع الهجرة يعني من يعني من واحد زاوية حقيقة يعني ديال كتعكس حقيقة ما تعيشه الأسر المهاجرة بالنسبة لعلاقات الحب والزواج وإلى آخره، في يعني في احتكاك مع مسارات أخرى، مع عادات أخرى، مع ثقافات أخرى. جوائز الفيلم الروائي الطويل، وكما حددتها رئيسة اللجنة المخرجة يمينة بن جيجي، جاءت على الشكل التالي: تنويه خاص للفيلم الفرنسي سنذهب للعيش بعيداً للمخرج نيكولا كاروليزيرسكي.
جائزة أحسن دور رجالي عادت للممثل الفرنسي ذي الأصول المغربية مبارك بقلول عن دوره في الفيلم الفرنسي لامارش للمخرج نبيل بنيدير. Nous allons traverser 55 villes. Ah, bienvenue. Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut. Ils sont plus mes pieds. Je remercie la ville d'Agadir et le festival d'immigration des films d'Agadir. Merci beaucoup de m'avoir invité, de nous avoir sélectionné le film. Et merci d'avoir aussi, j'ai eu le prix d'interprétation. Je suis super content et que voilà quoi, c'était beau, il y avait du soleil, il y avait des gens très très bien, il y avait des gens intéressants, il y avait des films intéressants, donc merci. جائزة أحسن ممثلة منحت بشكل جماعي لممثلات فيلم سبعة زنقة الجنون للمخرج المغربي البلجيكي جواد غليب. جائزة الإخراج فاز بها المخرج المغربي حسن الجزولي عن فيلم العجل الذهبي. وزيدون ليا في البيت 3 ايام على شحال هادي ولد عمك الو ماما فرنسا. هذا شرف كبير باش تحصل على جائزة مخرج، هذا اعتراف يعني بالعمل ديالك في مهرجان، وزيد اضف على ذلك ان مهرجان الهجره، والهجره كان دائما من ضمن المواضيع اللي هي مهمه بالنسبه ليا، لان هي جزء من حياتي الخاصه. دونك فوالا كما تيقولوا بالفرنسيه لا بوكلي بوكلي، وزيد اضف على ذلك بان هذه اول جائزه للفيلم اللي الفيلم يلاه بدا لا كارير ديالو، غادي يخرج في فرنسا في لو 10 ديسمبر الجاي ان شاء الله، وفي المغرب في جانفيي 2015. جائزة الأرجانة الذهبية لأحسن فيلم عادت للفيلم الفرنسي لامارش للمخرج البلجيكي ذي الأصول المغربية نبيل بنيدير. Il est temps de dire stop. Stop à la haine. Vous allez me l'arrêter cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. طموح المستقبلي هو أن تتماشى هذه الحركية الثقافية، الحركية الإنتاجية التي يعرفها المغرب وتعرفها الجهة على مستوى إنتاج الأفلام، أن تتماشى هذه الحركية مع إنتاج وتشييد صالات للعرض، لأن هذا هو ما ينقص مدينة أكادير، تنعدم فيه صالات العرض، لأن الدورة الإنتاجية للسينما لا ينبغي أن تكتمل بصالات للعرض في مستوى الجمهور وفي مستوى انتظاراته.